هنا فلسطين من قلب القاهرة، من الشوارع والميادين والقرى والكفور، من الأزهر والكاتدرائية وكل مكان على أرض الوطن. فلسطين بالنسبة لنا أمن قومي، فلسطين هم الأهل، هم الأشقاء، هم الذين يمثلون لنا معركة حقيقية على أرض الواقع، معركة البقاء لهذه الأمة. فإذا ضاعت فلسطين فلا نعرف إلى أين يمضي بنا المصير. كل مواطن مصري يدرك الآن خطورة ما يحدث، كل إنسان مصري يتأثر بما يحدث على أرض غزة وأرض فلسطين. كأن بيوتنا قد تحولت إلى لجان أسرية تتناقش وتبدي التعاطف والإيمان بالقضية، وكأن هؤلاء المقاومون أعادوا إلينا من جديد قضيتنا المركزية إلى الواجهة. نعم، فلسطين هي جزء لا يتجزأ من أمة العرب، أمة العرب التي تاهت في زحام الحياة وما يحدث على أرض الواقع بعد أن اخترق العدو الأمريكي والصهيوني والغربي مفاصل عديدة، وتمدد وأصبح له نفوذ في العديد من المناطق. نعم، ما يحدث الآن يجب أن يجعلنا نراجع أنفسنا، لأن حياة هذه الأمة وبقاء هذه الأمة بقدرتها على المقاومة والرفض. أبداً لن نخنع، وشباب فلسطين وأطفال فلسطين ونساء فلسطين وشيوخ فلسطين يعطوننا الدرس والعظة. المقاومة قادرة على هزيمة العدو، المقاومة قادرة على إحداث خلخلة في بنيان هذا الجيش الذي يقول أنه لن يقهر، ورغم أننا قهرناه في 73 وفي حرب الاستنزاف وفي 56، لكنه دائما ما يسعى إلى محاولة إسقاط كل الثوابت لدينا وبث روح اليأس لدى شعبنا العظيم. ما نراه الآن على أرض فلسطين صحيح يبكي القلوب ويصل بالناس إلى مرحلة المجازر والحروب والجرائم التي يراها بأم عينيه، ويتمنى لو كل فرد منا كان في هذه المقاومة الشريفة. عدد الشهداء يتزايد الآن، حوالي 1843 شهيد، وأكثر من 7000 مصاب سقطوا بنيران العدو الإسرائيلي، بينهم المئات من الأطفال والنساء. المواجهات انتقلت أيضا إلى الضفة الغربية والقدس وكافة المدن الفلسطينية المحتلة. 9 شهداء سقطوا في الضفة الغربية الآن، لكن المخطط مستمر والمؤامرة مستمرة. ما يحدث الآن أننا أمام 3 سيناريوهات هامة. السيناريو الأول هو ما يحدث من تصعيد وضربات متتالية تعقبها الحرب البرية، العدوان البري، وهذا الأمر يتضح من خلال الدعم الأمريكي الواضح، البوارج وحاملة الطائرات التي ترابط باتجاه شواطئ غزة، وصول وزير الدفاع الأمريكي، التهديدات، استدعاء 300,000 من الاحتياطي من ضباط وجنود الجيش الصهيوني، كل ذلك ينبئ بحرب. مطالبة
أهالي شمال غزة بالخروج في فترة زمنية لا تزيد عن 24 ساعة إلى جنوب غزة. أيضا ما يحدث من تطورات وقصف مركز في هذه الساعات وأحياء بأكملها يتم مسحها ومحوها، كل ذلك يؤكد هذا السيناريو. السيناريو الآخر هو استمرار الحالة على ما هي عليه، قصف مركز، ضربات تشعل النيران في كل مكان، شهداء يتساقطون، بيوت تهدم، وهذا فيه أيضا إجهاض وتحطيم لكل إمكانيات الشعب الفلسطيني. أما السيناريو الثالث وهو مستبعد في الوقت الراهن فهو الاستجابة للنداءات البعض بوقف إطلاق النار والجلوس إلى مائدة التفاوض، وهذا لن يتم. إذن نحن أمام سيناريو هو سيناريو الحرب البرية. الحرب البرية تستعد لها إسرائيل الآن، وسيكون ضحاياها بالآلاف، ولكن علينا أن نكون على ثقة أن إسرائيل إذا كانت قد تلقت درسا كبيرا في الفترة الماضية فالدرس الأكبر ينتظرها. إذا ما فكرتم في اقتحام غزة برا بجنودكم ودباباتكم وصواريخكم ومدافعكم فانتظروا الأبطال، أبطال الشعب الفلسطيني، أبطال المقاومة الذين يتجمعون من كل حدب وصوب منتظرين العدو الذي أذاق الشعب الفلسطيني الأمرين على مدى عقود من الزمن. نعم سنخسر كثيرا، ونعم سندفع ثمنا كبيرا، ولكن العدو أيضا سيواجه قوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصورها، وسيواجه رجال الموت أحب إليهم من هذه الحياة، الحياة المذلة والخنوع التي يريد العدو الصهيوني فرضها على شعب الجبارين. أهدي العروبة دي. نعم عالم العروبة باقي ولابد أن يبقى، فنحن جزء من هذه الأمة، من هذا الكيان العظيم، والأمن القومي لا يقتصر على بلد بعينه، ولكنه من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر. أبدا بأي حال من الأحوال لا يمكن أن ننسى أننا عرب، وأننا أبناء لهذه الأمة، وأننا تربينا على فلسطين. فلسطين قضيتنا المركزية، فلسطين هي أمن قومي لمصر وأمن قومي للعرب، فلسطين هي القدس، فلسطين هي الأقصى، فلسطين هي كنيسة القيامة، فلسطين التي نعرفها هي فلسطين من النهر إلى البحر. لا نفرط في جزء من التراب أبدا بأي حال من الأحوال، حتى وإن كانت الحلول السياسية تفرض نفسها أحيانا، ولكن يبقى في عقيدة العربي والفلسطيني أن فلسطين وحدودها التاريخية هي من البحر إلى النهر. مصر دوما في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مصر دوما تقدم التضحيات ولم تخذل أمتها العربية ولن تخذلها أبدا. هذا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحدث به بالأمس في ذكرى الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر 73، وكان هناك تخريج لدفعة من أبناء الأكاديمية العسكرية. قال الرئيس نحن نرفض الحياد أو الحيد، نحن نحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها، وقال أنا بدعو إلى إعلاء لغة العقل والحكمة وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الصراع والانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي تجنبا لحرائق ستشتعل، ولن تترك قاسيا أو دانيا إلا وأحرقته،
وهذه رسالة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد أيضا وقال إن مصر مستعدة لأن تسخر كل قدراتها لجهود الوساطة بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفعلة دون قيد أو شرط. وبالفعل الرئيس أجرى اتصالات عديدة مع كافة البلدان المعنية والفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار، وكان الهدف هو كيف نوقف العدوان وكيف نحمي أبناء الشعب الفلسطيني ونوقف حصار التجويع لنصل في النهاية إلى حل حقيقي يعيد للشعب الفلسطيني أرضه ويوقف معاناته. قال أيضا الرئيس إن سعي مصر للسلام يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية. فهذا هو موقف مصر الثابت والراسخ، وهو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا. كأن الرئيس يستعيد التاريخ الذي يعرفه كل إنسان، أن قضية فلسطين هي قضية مصرية، وأنه مهما تعددت الرؤى والأطروحات تبقى فلسطين في قلب كل مصري، تبقى مواقف مصر دائما إلى جانب فلسطين وإلى جانب حق الشعب الفلسطيني، وأن يكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس. قال أيضا الرئيس لابد من توفير أقصى حماية للمدنيين والعمل على تدهور أو على وقف تدهور الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير. وأظنكم شفتم مصر تحاول منذ اللحظات الأولى أن ترسل بالمساعدات الإنسانية، لكن العدو كان يمنع ذلك وما كناش مستعدين ندخل في صدام في هذه اللحظات. مصر تسعى كما قال الرئيس إلى وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل ولن تمل من ذلك. لكن أخطر كلمة قالها الرئيس في تقديري عندما قال إن الخطورة في قطاع غزة تكمن في أنها تعني تصفية القضية الفلسطينية. هنا طالب الرئيس أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا في أرضه، وقال إن لدينا 9 ملايين ضيف في مصر، في السوري وفي الليبي وفي العراقي وفي السوداني، لكن الأمر، هذا كلام الرئيس، بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين يختلف، لأن التهجير خارج غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية. وهنا الحديث له معنى كبير، وهنا نستطيع أن نقول إن الخطر هو فيما يحدث الآن، التهجير. حديثكم عن مخطط التهجير، أود ووفقا لمصادر فلسطينية عليمة كانت مشاركة في الحدث أكشف لكم عن فحوى اللقاء الذي جرى اليوم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووزير الخارجية الأمريكية بلينكن. في بداية الحديث قال أبو مازن: هل أنت راض وإدارتك راضية يا سيد بلينكن عما يحدث في غزة والأراضي المحتلة؟ أليست هذه محرقة يتعرض لها الشعب الفلسطيني؟ يؤسفني القول أنه ونحن في الوقت الذي نجتمع فيه هناك المئات من الأطفال والنساء والشيوخ يسقطون ويموتون بفعل الصواريخ والقذائف الإسرائيلية. قال بلينكن مقاطعا: عناصر حماس هي المسؤولة عن انهيار الأوضاع، وقد خالفت كافة القوانين واخترقت الحواجز وقتلت الأطفال والنساء في مناطق إسرائيل، إن حماس هي المسؤول الأول. قال أبو مازن: العنف والإرهاب الإسرائيلي لم يتوقف أبدا ضد الشعب الفلسطيني، ويؤسفني أن أقول إن الحكومات الأمريكية المختلفة تدعم إسرائيل وترفض الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وأقلها حماية المدنيين والإقرار بحقهم في الحياة وقيام دولة فلسطينية مستقلة. إن ما يحدث الآن هو جريمة يجب أن تتوقف فورا. قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن:
ستتوقف إسرائيل عن حربها ضد حماس بعد القضاء على البنية العسكرية لها في غزة. فقال أبو مازن: الحرب تستهدف الشعب الفلسطيني كله، تقتل وتصيب آلاف المدنيين، والآن تسعى إلى تهجيرهم، وهذا أمر مرفوض فلسطينيا، لأن ذلك يعني إنهاء القضية الفلسطينية من الأساس. ويؤسفني القول أن واشنطن تشجع على ذلك. قال بلينكين: نحن مع حق إسرائيل كما ادعى في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. فقال أبو مازن: أي إرهاب يا سيد بلينكين؟ الإرهاب هو من تقوم به إسرائيل التي لا تلتزم بأي تعهدات. أين هي بنود اتفاقية أوسلو؟ وأين هي القرارات الدولية؟ وأين تعهدات واشنطن؟ قال وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن تتوقف حماس فورا عن إطلاق الصواريخ وتطلق سراح الأسرى فورا. فقال أبو مازن: اوقفوا العدوان أولا واضغطوا على إسرائيل حتى تسمح بفتح ممرات إنسانية، وأن تتوقف عن الحصار والتجويع ومنع الدواء والكهرباء. أنا أحملكم مسؤولية حرب الإبادة التي تحدث للشعب الفلسطيني، فأنتم الداعم الأول لإسرائيل. وزيارة وزير الدفاع الأمريكي اليوم لتل أبيب تعني أن الحرب التي تشن ضد فلسطين هي حرب أمريكية إسرائيلية مشتركة. قال أبو مازن أيضا: يا سيد بلينكين، أنت تتحدث عن المدنيين الإسرائيليين. نعم، نحن ضد قتل المدنيين، ولكن ألم تسمع بما يقوم به المستوطنون من أعمال عنف وقتل ضد المواطنين الفلسطينيين؟ ما يحدث الآن سيجر المنطقة كلها إلى حرب واسعة لا تبقي ولا تذر. فقال وزير الخارجية الأمريكي: أطلب منك فورا بمناشدة حماس بالإفراج عن الأسرى المدنيين. رد أبو مازن: أنا أطلب من الإدارة الأمريكية أن تصدر بيانا تناشد فيه إسرائيل بوقف الحرب ضد غزة، والسماح بالممرات الإنسانية، ووقف سياسة التهجير. قال بلينكين: أترك لك فرصة للتفكير، ونحن سنبذل كل ما لدينا لحماية المدنيين وإلزام إسرائيل بقواعد الحرب. قال أبو مازن: ونحن نحملكم المسؤولية كاملة أمام الرأي العام وأمام التاريخ، والشعب الفلسطيني لن يهدأ له بال إلا بالحصول على حقوقه الكاملة وغير المنقوصة. انتهى اللقاء. سيدة فلسطينية تناشد وتنادي، هكذا هم شعبنا العظيم، برغم الألم وبرغم الموت وبرغم الدمار، لكنهم قادرون على التصدي، قادرون على التمسك بترابهم وأرضهم، رفضوا التهجير وصمموا على الموت على الأرض الطاهرة المقدسة. هذا هو الإنسان الفلسطيني، هذا هو الإنسان الذي يضرب بجذوره في عمق هذا الأرض، في تاريخ هذه الأرض التي ولد عليها وتذكر فيها وقرأ فيها عن سيرة الأجداد الذين ضحوا وقدموا وحملوا مفاتيح بيوت أجبروا على تركها في يافا وفي عكا وفي اللد وفي الناصرة وفي كثير من مناطقنا الفلسطينية. عندما يصل الأمر بهذه الصرخات، عندما يصل الأمر بقتل الأطفال وسحقهم، عندما يصل الأمر بأن تنطلق الصرخات من تحت الأحجار المهدمة على رؤوس البشر، ويعجز الإنسان حتى عن إخراجه من تحت هذا الركام، فلنا أن نناشد وأن نحدث العالم كله: أين أنتم من حقوق الإنسان؟ أين أنت أيها الغرب الكاذب؟ أين أنت يا أمريكا، يا من تحدثين العالم وتحاولين فرض سطوتك باسم حقوق الإنسان؟ أين أنتم يا رجال، يا كهنوت البرلمان الأوروبي؟ أين أنتم؟ هل خرستم؟ هل قطعت ألسنتكم؟ لماذا لا نسمع لكم صوتا؟
وبالأمس أصدرتم بيانات وبيانات ضد مصر، مصر العظيمة بشعبها وأهلها وقيادتها. مصر العربية ستعود من جديد بكل قوة وإيمان لتكون رقما حقيقيا. وإياكم أن تطال ألسنتكم هذا البلد العظيم. كنا نظن أن لديكم بعضا من الدماء أو حتى الحياء لتردوا على ما يحدث أمامكم، ولكنكم للأسف مجموعة من أناس فاقدي الضمير يتأملون الدماء ويكادوا يلهثون دماء الفلسطينيين، تتأملون الموت وسقوط الأطفال والنساء والشيوخ، وتهللون وتزغردون، وكأننا شعب ليس ببشر. ألم يسمينا المجرم نتنياهو بأننا حيوانات بشرية؟ بل أنت الحيوان أيها النتن الذي لا تمتلك أي مشاعر إنسانية. ربما الحيوانات تمتلك مشاعر إنسانية، لكنك أنت وغيرك تثبتون كل يوم أنكم أبدا لستم دعاة سلام، ولستم مستعدين أن تعيشوا في سلام. أمامكم اتفاقية أوسلو، ماذا فعلتم؟ عشرات الاتفاقيات الأخرى، ماذا فعلتم؟ لا شيء. هل تعرف لماذا؟ لأنكم عصابة مجرمة جاءت من كل أنحاء العالم وزعمت أن تاريخها هنا، وكل المؤشرات والحقائق والوقائع تقول هذه أرض فلسطينية عاش عليها الفلسطينيون منذ الأبد، منذ التاريخ القديم، وسيبقون بإذن الله إلى يوم الدين وغير ذلك. فلتفعلوا ما تشاءون، ولكن لو بقي في فلسطين طفل واحد فسيقاوم وسيرفع راية فلسطين وسيهتف تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين. دع سمائي فسمائي محرقة. القنابل التي ألقتها أمريكا على أفغانستان لمدة عام ألقتها إسرائيل في 6 أيام. يا للعار، أمر طبيعي ومتوقع الحقيقة. على كل حال، معنا على الهاتف السيد عادل فرانة، وكيل نقابة الصحفيين الفلسطينيين في غزة. أستاذ عهد، أهلا وسهلا بك، وقلوبنا معكم وأنتم صامدون تواجهون المحتل. صف لي الصورة الآن في ضوء التطورات الراهنة. تحياتي لك أستاذنا الكبير مصطفى بكري ولكافة المشاهدين الكرام. حقيقة الوضع يزداد سوءا يوما بعد آخر، بل كل ساعة. الآن نحن نتحدث عن تهجير لأكثر من 1,000,000 فلسطيني من مدينة غزة وشمالها إلى جنوب قطاع غزة. الاحتلال ومنذ فجر هذا اليوم ألقى بمنشورات واتصالات على أبناء شعبنا الفلسطيني من أجل أن يقوموا بإخلاء منازلهم وبيوتهم ومؤسساتهم في نطاق مدينة غزة وشمال مدينة غزة، بمعنى أن أكثر من 1,000,000 فلسطيني الآن في حملة تهجير لهم من هذه المدينة الكبيرة إلى المدن الجنوبية في القطاع مثل خان يونس ورفح ودير البلح. الاحتلال يعني يشدد على ذلك، حتى أنه قال معكم فقط 24 ساعة. فنحن الآن أمام مأساة إنسانية كبيرة، هناك مئات الآلاف يعني اضطروا لترك مناطقهم التي فيها قصف كثير ومتواصل، والبعض الآخر وأيضا الآلاف اضطروا للبقاء في منازلهم رغم خطورة الأوضاع، لأن تتحدث عن هذا العدد الكبير أن ينتقل من جهة إلى جهة، فأين سيذهبون في المنطقة الأخرى؟ ونعرف بأن إمكانيات قطاع غزة من ناحية السكنية إمكانيات ضعيفة، وبالتالي الآلاف ومئات الآلاف فضلوا
أن يبقوا في بيوتهم، بينما البعض الآخر فضل الذهاب إلى هناك، وبالتالي الأمور صعبة جدا. والاحتلال حتى أنه رغم أنه قال بأنه مع أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مدة من أجل أن يرحلوا من غزة إلى جنوبها، إلا أنه أيضا قام باستهداف عدد كبير من الذين حتى يرحلون. يعني انظر كيف هو الغدر والخسة لدى هذا العدو الصهيوني، يطالب من المواطنين من أبناء شعب الفلسطيني أن يتركوا بيوتهم، ومن ثم يستهدفهم في طريق في شارع صلاح الدين، وهو أكبر شارع رئيسي في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 40 مواطنا وإصابة 150 حتى الآن بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، والتي أعلنت هذه المعلومات قبل دقائق من الآن، وربما يرتفع العدد. هذا بالإضافة إلى ما تم ويتم في كل لحظة من قصف المباني والأبراج، مما رفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر وحتى الآن إلى أكثر من 1700 شهيد فلسطيني و6000 جريح، بالإضافة إلى مئات المفقودين الذين لم يتم التعرف على مصيرهم نتيجة القصف الشديد، لربما الكثير منهم لا زالوا تحت الأنقاض، لا تستطيع قوات الدفاع المدني انتشالهم نظرا لضعف الإمكانيات ولمواصلة القصف الذي تقوم به قوات الاحتلال، والتي لا تتوانى بعد أن تقصف المكان وتوقع الشهداء، وحينما يأتي أبناء شعبنا الفلسطيني وقوات الدفاع المدني من أجل أن تنتشل الشهداء ومعالجة المصابين يتم قصفهم مجددا، حتى أن وزارة الصحة أعلنت اليوم بأن أكثر من 10 مسعفين استشهدوا بفعل قصف قوات الاحتلال وتدمير سياراتهم التي تمتلك كل الشارات التي تدل على أنها سيارات إسعاف. أستاذ عاهد، أنت تعرف أن العدو يريد إخراج الفلسطينيين من أرضهم ومن بيوتهم تحت زعم إقامة الوطن البديل، وتفريغ غزة من السكان يدخل في هذا الإطار، وهناك تصريحات صدرت من مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أمريكان. أريد أن أفهم منك موقف الأشقاء الفلسطينيين أمام هذا المخطط الذي يهدف أولا إلى إحداث صدام بين الفلسطينيين وبين مصر، التي قالت أنها لن تسمح بتنفيذ الخطة الإسرائيلية بالتهجير، وثانيا لإنهاء القضية الفلسطينية. بالتأكيد، وأنا كنت تحدثت معك أستاذ مصطفى في الحلقة الماضية حول هذا الموضوع، بأن هذا المخطط القديم الذي يتم إحيائه مجددا، ومخطط أحد جنرالات الاحتلال الذي حدثه اسمه بيورو آيلاند، والذي دوما يتحدث عن تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى سيناء، أو يتحدث في بعض الأحيان عما يسميه بدولة غزة الكبرى التي تضم 720 كيلومتر، بمعنى أنها تضم أجزاء من سيناء، هكذا يتحدث هذا الجنرال الذي هو يعتبر عراب هذا المشروع. الآن دولة الاحتلال تحاول استغلال هذه الظروف الدولية المؤيدة لها، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعطيها الضوء الأخضر، بل تشارك معه، ليس فقط ضوء أخضر بل هي مشاركة في عدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا من بعض الدول الغربية في العالم التي تقف إلى جانب دولة الاحتلال وتدعمها وتمنع حتى الأموال عن السلطة الفلسطينية وعن أبناء شعبنا الفلسطيني. وبالتالي هذا المخطط يعي أبناء شعبنا له، ويعرفون بأن هذا لن يتم، وبأن النكبة الجديدة التي يريد إحداثها الاحتلال لن تتكرر، رغم أن القصف شديد والذي يتم من قبل قوات الاحتلال عملية إبادة جماعية وسياسة الأرض المحروقة وتدمير قطاع غزة بشكل كامل، إلا أننا أبناء شعبنا لا زالوا صامدين. كما تحدثت معك، الذين خرجوا إلى الجنوب أو إلى جنوب قطاع غزة معظمهم ممن لهم أقارب في محافظات الجنوب، ويتوجهون عندهم لهذه الفترة حتى يتلافوا عمليات القصف، لأن الكثير من الأبراج مهددة والعمارات والبنات السكنية، فبالتالي يبحثون فقط عن مكان آمن. شكرا لك أستاذ عاهد فروانة، وكيل نقابة الصحفيين، شكرا لك، معذرة، ألف شكر. هنا نطرح أنفسنا، نطرح سؤال على أنفسنا وعلى الجميع: هل كتب على الفلسطينيين النزوح، التهجير، ترك الديار، المضي إلى المجهول وطلب نسيان التاريخ والجغرافيا؟ قبل ذلك وفي سبتمبر 49 قدرت الأمم المتحدة عدد الذين تم تهجيرهم عنوة 711 ألف إلى خارج البلاد، بينما بقي 160 ألفا داخل المناطق المحتلة كلاجئين داخلين.
تمت عملية التهجير على 4 مراحل من خلال المذابح والعمليات الإرهابية العشوائية التي راحت تشنها التنظيمات الصهيونية. هدموا أكثر من 400 قرية مع حرب 48، ذبحوا أكثر من 13,000 فلسطيني، هجروا أكثر من 90% من سكان العرب الأصليين في مناطق الانتداب، وهنا كانت النكبة. اليوم نحن على أعتاب نكبة جديدة، البداية منها كانت مع العدوان الذي شهدته غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. كان الهدف واضحا منذ البداية، الهدف أنهم يهجروا الفلسطينيين من سكان غزة إلى سيناء عشان يتنفذ مخطط أيلان اللي وضعوا عام 2004، واللي اقترح فيه إقامة دولة غزة الكبرى اللي بتضم 720 كيلومتر زي ما قال أخونا عاهد من أراضي سيناء من رفح إلى العريش. ودي خطة زي ما أقول لكم عرضت قبل كده على الرئيس السابق الأسبق حسني مبارك مقابل 12 مليار دولار، رفضها. وأيضا عرضها محمد مرسي على الرئيس محمود عباس أبو مازن ورفضها، كما أن نتنياهو عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفضها وحذر من خطورتها وقال أنه لا يوجد مصري واحد مستعد للتفريط في حبة تراب من أرض سيناء الغالية. والآن عادت الخطة من جديد تطل برأسها. النهاردة طلبت قيادة الجيش من سكان شمال غزة وعددهم 1,100,000 أنه ينزحوا إلى جنوب غزة ودتهم 24 ساعة. حماس أصدرت بيان حذرت فيه من النزوح، والرئيس محمود عباس حذر من مخطط التهجير بهدف التوطين في سيناء. وحماس طالبت المواطنين بالتمسك بالأرض وعدم المغادرة، وإلا ماتت القضية إلى الأبد. أمريكا بتمارس ضغوط شديدة على مصر وبتطالب باستقبال النازحين، والقاهرة أعلنت رفضها القوي، والرئيس قال لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب تراب مصر. السيناريو المتوقع بعد تهجير الفلسطينيين لجنوب غزة والدخول الإسرائيلي البري المتوقع حدوثه خلال ساعات قادمة، إسرائيل ستعمل على دفع الفلسطينيين وتهجيرهم عنوة إلى الحدود مع سيناء. مصر حشدت قواتها خلف السور الفاصل وحذرت وأكدت أن سيناء خط أحمر، لكن خطة إسرائيل هي وضع مصر أمام الأمر الواقع وإشعال أزمة بين الفلسطينيين النازحين وبين الحكومة المصرية لصرف الأنظار عن جرائمهم. والخطة تقول إذا نجحت الضغوط فعلى مصر فتح المعابر لدخول أكثر من 2 مليون فلسطيني، وبعدها تغلق إسرائيل الحدود ولن تسمح لأي فلسطيني بالعودة مرة أخرى. إسرائيل قامت على الخداع، ويكفي القول إنها بمجرد النهاردة خروج الفلسطينيين بسياراتهم من شمال غزة قامت بضرب المواطنين وهم في سياراتهم. إذن علينا تماما أن ندرك وأن نتأكد أن هذه الخطة أبدا لن تمر. سيناء خط أحمر، وأشقاؤنا الفلسطينيين متفقين معنا في هذا الأمر. فلنرفض الخروج من غزة ولنتمسك بالأرض كما طالب الرئيس الفلسطيني وكما طلب الآخرون. اليوم الهتافات في الأزهر والعديد من العواصم العربية كانت تناشد الفلسطينيين بالصمود والبقاء وإدانة العدوان. تعالوا نشوف سريعا بعض المظاهرات اللي حدثت، ثم طيب نشوف كمان تقرير كان اتحاد العمال عامل مؤتمر كبير الحقيقة بالأمس لدعم القيادة السياسية، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا إعلان الدعم للشعب الفلسطيني.
ظنا منه أنه قادر على تفريغ غزة من أهلها وإقامة دولة في سيناء. يريدون العودة مرة أخرى إلى سيناء بشكل أو بآخر. هذا هو المخطط. ما يجرى في غزة يستهدف سيناء، يستهدف تنفيذ الخطة الإسرائيلية التي أعلنها إيغور أيلان في عام 2004. دولة فلسطينية تأخذ 720 كيلومتر من سيناء، من حدود رفح إلى العريش. يتم الآن إحياء المخطط مرة أخرى، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الوطني قالها منذ أيام: لن أسمح بحل القضية على حساب أطراف أخرى. نحن محتاجين إن احنا نكمل الإنجازات والمشروعات. التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعو إلى التبرع بالدم تضامنا مع أشقائنا الفلسطينيين في 12 محافظة. وكمان النهاردة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أعلن عن بداية تبرع بالدم أيضا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وقال إن موقفنا ووقوفنا مع أشقائنا في فلسطين هو موقف مبدئي ثابت، والمواقف تظهر وتظهر الرجال وتبرز المعادن. على كل حال احنا يعني بالتأكيد سنتابع هذه الأمور جميعا ومعكم في كل اللحظات، نتابع ما يجرى على الساحة الفلسطينية. وبعد الفاصل سيكون معنا حوار هام مع الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، أجرناه معه يوم الأربعاء الماضي بعد الفاصل. شكرا. عودة مرة أخرى للحوار مع الأستاذ الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، لنتحدث سويا حول قضايا الوضع الراهن وتحديدا على الساحة الفلسطينية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بحضرتك. يعني اسمح لي بداية أن أسألك، بعد عملية طوفان الأقصى وما ترتب عليها، كيف رأيت الصورة؟ الحقيقة يعني العملية لها جذور تاريخية، نعم، ولا يمكن فصل ما يحدث الآن عن الأطماع الصهيونية في المنطقة. ربما نعود إلى تاريخ بعيد قوي.
ممكن نرجع للقرن السادس عشر. نعم. بس خلينا أقول الأول إنه الوضع الآن سيء للغاية، وإنه في يعني نظام عالمي جديد بيولد، وبالتالي على كل شبر في الكرة الأرضية في حالة من الفوضى والارتباك. فعملية طوفان غزة أو طوفان الأقصى عملية جاية الحقيقة في وقت مزعج للغاية بالنسبة لكل الأطراف. لكن الأطماع الصهيونية في المنطقة تاريخيا أطماع بتمتد للقرن السادس عشر، وده لازم ننتبه له، لأنه مع القرن السادس عشر في محاولات فيما يخص مصر، يعني فيما يخص شبه جزيرة سيناء، كان في محاولات للسيطرة والاستيطان في شبه جزيرة سيناء في سانت كاترين، وهنا كمية وثائق عثمانية كثيرة جدا بتشير إلى أنه سلاطين العثمانيين انتبهوا لهذه المسألة، وأبعدوا اليهود عن الاستيطان في سانت كاترين ومضايقة الرهبان. لم تتوقف بقى الممحكات اليهودية والادعاءات اليهودية الخاصة بشبه جزيرة سيناء إلى أن وصلنا إلى القرن الثامن عشر ومجيء نابليون بونابرت إلى مصر، ومشروعه الشهير إقامة إمبراطورية رأسمالية فرنسية، وهنا الحملة كان اسمها حملة الشرق. وحملة الشرق بمعنى أنه في ذهنه أنه مصر تكون المركز لهذه الإمبراطورية الفرنسية، وهو أول من طرح فكرة زرع وطن قومي لليهود. كان القرن الستاشر كما ذكرت كان الحديث عن سيناء، مع نابليون بونابرت اليهود بدأوا يتكلموا، وهنا أنا أقصد الحركة الصهيونية، يعني أنا أقصد باليهود الحركة السياسية اللي هي الحركة الصهيونية، نعم، وليست الدنيا. بدأوا يتكلموا عن مصر كلها مش سيناء. يعني هم الأول كانوا بيتكلموا عن سيناء الفلسطينية ويسموها كده، يقول لك سيناء الفلسطينية. طبعا ده له خلفية أنه هيبدأوا من هنا الوطن، فكرة الوطن القومي اليهود. على فكرة قبل هرتزل وقبل المؤتمر الشهير بتاع بازل كان في محاولات للاستيلاء على جزء من سيناء، وهذا المدعو ماركو روخ اليهودي المتطرف عمل منظمة صهيونية وعمل مصرف صهيوني، وفكر ان هو يبدأ يحتل جزء من سيناء، طبعا بالاسلوب اللي اتبع بعد ذلك مع اشقائنا الفلسطينيين بانه يشتروا اراضي في سيناء، ونجحوا فعلا في شراء 2380 تقريبا فدان. ولما حبوا طبعا تم الشراء باسم احد رجال السلك الدبلوماسي، لما فكروا ان هم ينقلوا بقى الملكيه للمنظمه، الحكومه المصريه وكمان سلطه الاحتلال البريطاني رفضت تمليك هذه الارض وكشفت عن هذا المخطط. اما بيجي هرتزل ايضا بيطرح مشروع العريش، والدولة تبدأ من العريش، وعينه على سيناء لأسباب تراثية وادعاءات وأساطير مختلفة ولموقعها الاستراتيجي، يعني زي ما وصفها جمال حمدان بأنها صندوق من الذهب. وطبعا يعني ادعاءاتهم انها ليست جزء من مصر الى اخر، ده كل ده تم تفنيده علميا، حتى يعني جمال حمدان بالدراسات الجيولوجية اكد على انه جيولوجية شبه الجزيرة هي جزء من جيولوجية مصر. طبعا معروفة أهمية سيناء الاستراتيجية، معروفة لينا كويس قوي، ومعروفة ليهم بالطبع ان هم هيكونوا الوطن القومي من
هذه المنطقة ثم ينقضوا على فلسطين. طبعا وعد بلفور الشهير والانتداب البريطاني وإعلان الدولة سنة 48. مصر في القلب من القضية الفلسطينية منذ نشأتها. والجيش المصري دخل زي ما احنا عارفين حرب 48، لكن لأسباب كثيرة. وأنا قرأت أخيرا كتاب عن الرواية الرسمية الإسرائيلية عن حرب 48، يعني بتشير إلى أنه الحركة الصهيونية كانت استعدت من فترة طويلة ممكن تعود للثلاثينيات، وأنه الهجرات اللي كانت بتتدفق على أرض فلسطين وشراء الأراضي، وإن هم استخدموا العلم كمان تحت بير السلم في إن هم يعملوا أسلحة محلية، ونجحوا فعلا في 48 بإلحاق النكبة طبعا في أسباب كثيرة قوي، منها الخيانات العربية ومنها عدم التنسيق ومنها إنه كان العرب متصورين إن هم داخلين يعني يقضوا على مجموعة من العصابات الصهيونية، ما كانوش يعرفوا انه جنرالات اتدربت في الحرب العالمية الثانية، وانه الحركة الصهيونية مستعدة، وانها مصرة على ان هي تعلن الدولة في 8، وتم اعلان الدولة مع مصر طبعا العين على سيناء، وده شيء يعني بتنتبه له الحكومات المصرية، واحنا بنعيد الكلام مرة ثانية علشان هذا الحلم اللي تبلور بقى مش مسألة سيناء بس، لا مصر من النيل إلى الفرات، المشروع الصهيوني المشهور بناء دولة من النيل إلى الفرات. فاحنا بنعيد التاريخ عشان تنتبه حكوماتنا وينتبه شعبنا وينتبه ولكن شعبنا. ليه رأيت يا دكتور أن الوقت لم يكن مناسبا لعملية طوفان الأقصى؟ الفلسطينيون كانوا يتعرضون بشكل يومي لحرب ممنهجة وقتل بلا حدود وتجاوز كل الحدود في السعي لتدنيس المسجد الأقصى وتهويده وهدمه، هذا مخطط وكنا بنشوفه على أرض الواقع. إذا فكرنا بنظرية المؤامرة، والمؤامرة موجودة طبعا في التاريخ، فأعتقد أن الوقت ما كان مش مناسب أبدا لمثل هذه العملية، خاصة أنه الضربة الخاطفة اللي قامت بها حماس فجرت يعني غضب شديد جدا في إسرائيل، وهتستقبل بقى يستقبل القطاع ويستقبل كل الشعب الفلسطيني ضربات موجهة الحقيقة، وخاصة أنه كمان على يعني المستوى العربي، لا أقصد الشعوب العربية ولكن على المستوى العربي الحقيقة في ظروف تمنع نشوب حرب في ظل التوترات العالمية. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه يعني مصر يجب أن تنتبه أنه لا تنجر إلى حرب، لأن ظروف غير مواتية وغير مناسبة على الإطلاق. ولكن ماذا إذا تصاعد الموقف وحدثت اعتداءات ومشاكل وأزمات؟ أعتقد أن ده ممكن يهدد بحرب إقليمية. بحرب إقليمية يعني نتائجها تكون وخيمة على كل الأطراف. وأنا قلت لحضرتك أنه العالم على سطح الصفيح ساخن، يعني عندنا أزمات في السودان، عندنا مشاكل في اليمن، عندنا إيران بتلعب في المنطقة بدون شك، وحزب الله شغال، وعندنا في قلق رهيب جدا، وهذا القلق في التقدير الشخصي لن ينتهي إلا بعد إعلان قيام النظام العالمي الجديد، ولتتوارى الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية الشر تتوارى، وتبدأ الأقطاب الأخرى، ينتهي حكم القطب الواحد أو سيطرة وهيمنة القطب الواحد، ويبدأ يعني أقطاب متعددة تدير شؤون العالم وتمنع مثل هذه المجازر اللي بتحدث نتيجة للصراعات الإقليمية. وزير الخارجية الأمريكي يا دكتور يعني تقريبا برأ إيران من أن تكون يعني وراء هذا الهجوم الذي حدث، في الوقت الذي واشنطن تقول فيه أن إيران تساند حماس أو الجهاد الإسلامي. تقديرك فهم الأمريكان للموقف الإيراني الآن؟
طبعا يعني ما حدش يقدر الا اذا يعني بالنسبه لنا احنا الا اذا توفرت وثائق دامغه، لكن المؤشرات السياسيه كلها تشير الى انه ايران ليست بعيده عن الساحه. الولايات المتحده الامريكيه لا تريد ان تتورط الان مع ايران، وبالتالي ممكن هذا تبرير يعني، لكن هي متورطه اصلا الولايات المتحده الامريكيه، ومن هذا انحياز واضح جدا لصالح اسرائيل. واحنا شفنا تصريحات بايدن وتصريحات مشينة الحقيقة بالنسبة لانحياز الولايات المتحدة الأمريكية. فالأطراف الحقيقة في الإقليم لا تحتمل اندلاع حرب جديدة أو حرب إقليمية. وأعتقد أنه إسرائيل نفسها سوف تتراجع عن ما أعلن في بداية الأزمة، لأنه ده هيجر أطراف كثيرة أخرى للصراع يعني. لكن نتنياهو تحدث عن شرق أوسط جديد بمجرد بدء الحرب. هو طبعا التصريح ده قديم مش جديد يعني، لكنه قال مجددا. يعني هذا التصريح قديم، وللأسف ما يخص مصر فكرة صفقة القرن وزحزحة أهالي غزة إلى شبه جزيرة سيناء وبناء دولة جديدة للفلسطينيين في سيناء، وفكرة الإخوان وموقف الإخوان من قبل حوالين هذه الدولة، مصر منتبهة له تماما يعني. هو يعلن ما يعلنه، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة منتبهة جدا لهذه المسألة، وهي ليست من صالح القضية الفلسطينية. زحزحة الفلسطينيين إلى سيناء، انت حضرتك عارف 600 كيلومتر ومحاولة استبدالهم بجزء من النقب والقصة دي، والإخوان كانوا موافقين على هذه المسألة طبعا. وعلى فكرة في التاريخ حسن البنا في تركيز على غزة يلفت النظر كمان يعني من زمان قوي، من 33 مثلا، والإخوان مركزين على غزة. وبالتالي اللي يخصنا احنا واللي نتخوف منه انه يعني يخضع على القضية الفلسطينية بضغط على الفلسطينيين واخراجهم الى غزة، وهنا القضية يعني تنتهي تماما. عشان كده الاقتراح اللي بنردده ورددته النخبة المثقفة وحضرتك، انه اذا كان في محاولة للضغط بهذه الصورة على اهالينا في قطاع غزة، فلتكن الهجرة الى الداخل، والهجرة باتجاه الضفة الغربية مثلا، باتجاه الضفة الغربية، والاف مؤلفة تتحرك. وفي الحالة ديت لن تستطيع اسرائيل ان هي تواجه هذا الكم الا اذا قررت الابادة، وهنا العالم كله ممكن يقف في مواجهتها يعني. طيب، كيف فهمت وجود حاملة الطائرات الامريكية ثم الحقت بها قوات اخرى وعلى متنها حوالي 5000 جندي من المارينز؟ هو طبعا حضرتك يعني حسابات الولايات المتحدة الأمريكية أنه ممكن لبنان تدخل الصراع. أيوة. مصر ممكن تتحرك لو أنه حدث احتكاك بالمعبر برفح يعني. المنطقة ملتهبة زي ما احنا قلنا، وبالتالي التحريك هنا للردع. تحريك بهدف انه يتم ردع اي قوة اقليمية تفكر ان هي تتدخل في الصراع بين الفلسطينيين وبين اسرائيل. وطبعا هذا الانحياز الحقيقة انحياز قديم جدا، وانا اتذكر انه وانا بقرا كتاب جونس بسيتو التهديد الاسلامي للغرب حقيقة ام اسطورة، هو بيتساءل سؤال وبيرد عليه انه ليه العرب والمسلمين بيكرهوا امريكا. الاجابه باختصار عنده نظرا لانحياز الولايات المتحده الامريكيه الدائم لاسرائيل، والانحياز هنا واضح جدا يعني. في صراع داخلي بين الفلسطينيين والحكومه نتنياهو، فعلى الاقل تصريحات الولايات المتحده الامريكيه كانت تبقى تصريحات متوازنه، كانت تبقى، لكن التصريحات يعني واضح جدا انحيازها. وحتى كمان لما وهنا ممكن
يعني يثار سؤال مسألة الحل بالدولتين، هل ضاع بقى في وسط الـ 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 الأحداث الكثيرة دي؟ واضح أن المسألة، وحتى كمان لما طرح فكرة الدولتين بتطرح هنا، عشان على سبيل المثال الانحياز، يعني بتطرح فكرة أنه دولة فلسطينية منزوعة السلاح. نعم. طب ودولة فلسطينية منزوعة السلاح هتواجه إسرائيل إزاي يعني؟ صحيح. فأنا بشوف التحرك الولايات المتحدة الأمريكية على أنه للردع، لمنع أي قوة إقليمية، لمنع إيران أنها تتدخل في الصراع الدائم، في الصراع القائم الآن بين الفلسطينيين وبين الكيان الإسرائيلي. أعود يا دكتور إلى موضوع إقامة الدولة الفلسطينية في غزة وفي سيناء. إلى أي مدى تعتقد بنجاح هذا المخطط؟ مستحيل طبعا أنه هذا المخطط ينجح، ليس فقط لوعي القيادة السياسية في مصر بجذور وبتاريخ هذا الطرح اللي هو صفقة القرن، ووعيها بمشروع الشرق الأوسط، ومصر أفشلت هذا المشروع حتى الآن. نعم. مصر بتواجه بضغوط كتيرة جدا، لكن مستحيل أنه يعني. كمان في مسألة مهمة، أنه مش عقيدة الجيش بس، ده عقيدة الشعب المصري عدم التفريط في شبر واحد من أرض مصر. وحضرتك عارف الشهداء اللي استشهدوا في حروبنا مع إسرائيل يتجاوز 120,000، كل بيت مصري في شهيد أو جريح دبع. لأنه في إيمان بأنه الأرض عندنا كالعرض، وبالتالي لن تفرط مصر في شبر واحد. وسيناء خط أحمر، سيناء بالنسبة لفكرة ترحيل الفلسطينيين خط أحمر، وهذا الترحيل وهذه الفكرة في صالح إسرائيل، لأنه خلاص يعني لو حصل هذا الترحيل تهنأ إسرائيل بالقطاع، وتتولى مصر بقى إدارة الدولة الجديدة على أرضها، وده مستحيل أن يتم شعبيا. حتى ما فيش حكومة في الدنيا مصرية تقدر أنها توافق على التفريط، مش في 620 ولا 600 كيلو، لا، ولا في شبر واحد حتى. ماذا إذا حدث حشود على الحدود يا دكتور؟ أنت تعرف أن الأمريكان والإسرائيليين لهم تصريحات واضحة في هذا الأمر، بضرورة توفير ممر آمن للفلسطينيين حتى يخرجوا من غزة باتجاه الحدود المصرية. أنت الآن على الحدود وجدت قدامك مليون مواطن، كيف ستتعامل معه؟ هو طبعا ده يعني اختيار صعب جدا، أو الاختيارات صعبة للغاية. هم تراجعوا يعني بعد التصريح الشهير بانه اتجهوا الى المعبر في رفح وعبروا الى مصر، هم تراجعوا قالوا ان ده ما حصلش هذا التصريح. لكن اي اختيارات ممكنه امام الجيش المصري وامام مصر اذا ما حدثت هذه المؤامره يعني؟ هل ستقف مصر في مواجهه اشقائنا الفلسطينيين؟ ده اختيارات صعبه جدا، ولذلك احنا ليس امامنا الا تنبيه القيادة الفلسطينية انه الهجرة تكون الى الداخل، وحتى لا يحدث اي صدام. وحضرتك عارف المحاولات السابقة وكيف تعامل المرحوم الرئيس حسني مبارك معها. مستحيل ان احنا نفرط في ارضنا، احنا ما عندناش لاجئين، احنا عندنا مواطنين بيعيشوا معانا، وعندنا ما يكفينا من الجاليات العربية اللي عايشة على ارضنا. لكن استيطان لأي جنسية كانت في سيناء، هذا خط أحمر وهذا مرفوض تماما يعني. لكن ربما تكون هناك ضغوط، ربما تكون هناك أزمات ومشاكل تفتعل. إلى أي مدى تعتقد بصلابة الموقف المصري؟ مصر مش ضعيفة أبدا عشان تقبل أي تنازل يعني. مستحيل أنه. وبعدين ده أنا قلت لحضرتك، دي مش عقيدة الشعب بس، مش عقيدة الجيش بس، ده عقيدة الشعب المصري. مستحيل ان احنا نفرط في شبر واحد. والرئيس حسني مبارك لما اتعرض عليه تقريبا 12 مليار مش كده، قال لهم اللي ارض ابويا، قال لهم ده ارض المصريين. فمستحيل ان احنا، بس نأمل انه القيادات كمان الفلسطينية تفهم ده، وتفهم انه ضار جدا بالقضية الفلسطينية. دكتور، رغم يعني
الموقف الصلب لمصر والواضح والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ورفضه لأي حل يكون على حساب الأطراف المعنية وهو يقصد مصر، مصر طبعا بذلك، لكن هناك من هم يشككون، هناك من هم يتساءلون وليه مصر هتقفل أبوابها، وليه مصر تفتح، أنتوا بتعملوا كده لمصلحة إسرائيل. احنا بنعمل كده لمصلحة فلسطين على فكرة ومصلحة القضية، وإلا هتموت القضية. وبعدين ما احنا هنستقبل الجرحى ونستقبل اللي محتاج علاج وهنقدم مساعدات وهنقدم كل اللي نقدر عليه، لكن تاخد أرضي لا، تحل مشكلة على حساب أرضي لا، خاصة ان انا اعرف كويس قوي تاريخيا ان انت طمعان من النيل الى الفرات وان انت طمعان في مية النيل ومشروع هيرتز اللي هو مشروع العريش كان في تفكير انه تنعمل انفاق وتعبر المياه الى سيناء. فاحنا ما بننساش تاريخنا، وده على فكرة مهمة قوي هذه الجزئية، في انه يجب ان نعي انه اذا كانت هناك مخططات يحاولوا تطبيقها يجب انه الشعب المصري والشعوب العربية تعي هذه المخططات، لان هما بيصنعوا التاريخ وان هما نجحوا قبل كده في صناعة التاريخ، واعتقد بلفور مش بعيدة والمخططات بتاع سايكس بيكو واقامة الوطن القومي لليهود وتقسيم العالم العربي بسايكس بيكو كان ده نوع من انواع صناعة التاريخ. وعشان كده يعني احنا بنسمن تفكير الرئيس عبد الفتاح السيسي في استشراف المستقبل وسعيه للإنجاز ما هو مفيد لمصر ومستقبلها. وفيما يتعلق بالبوابة الشرقية اللي هي سيناء، الإنجازات اللي بتتم في سيناء والأنفاق والتعمير ده في منتهى الأهمية، حتى يعني نبعد أي أطماع في سيناء، وإحنا محتاجين لأرضنا ومحتاجين لثروات بلادنا، فمش هنفرط أبدا وهنواجه هذه الضغوط، وعندنا جيش قوي يقدر يحمي شبه جزيرة سيناء. يعني هذا المخطط يختفي ثم يعود، لماذا يعود الآن؟ هل لأن العرب في مرحلة ضعف كما تقول دوائر إسرائيلية، أم لأن أم أن هناك خيارات أخرى؟ ما هو مشروع من النيل إلى الفرات لا يزال مطروح، والمحاولات الإسرائيلية وما نشهده من تطبيع الآن وما نشهده من تصريحات حول الحقوق الإسرائيلية في أراضي عربية ده كله يشير إلى أنه الحلم القديم ده ما راحش. واللي بيتتبع الكتب المدرسية اللي بتدرس في إسرائيل لتلاميذهم وطلابهم الحلم ده بينزرع جواهم، وكراهية العرب وكراهية المسلمين مزروعة جواهم، وبالتالي احنا يعني بيصحى ويختفي وفقا للظروف الموضعية، والعرب في أضعف أحوالهم الآن، وبالتالي ممكن يطلع ده في ظل تطبيع وهرولة كلنا رافضينها وكلنا غير قابلين لهذه الهرولة فيطلع المشروع. لكن مع قوة مصر وقوة جيش مصر كل هذه المشاريع يعني ستفشل أكيد. طيب ناخد فاصل ثم نعود لنكمل الحوار مجددا مع الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس بعد الفاصل. عودة مرة أخرى للحوار مع الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس. دكتور، أود أن أسألك ونحن في خضم هذه الأزمات والتطورات المتلاحقة والإجراءات الإسرائيلية التي تتخذ ضد أهلنا في غزة، أرى أن هناك استهداف لمصر وتحديدا لشخص رئيس الجمهورية. هذا الاستهداف هل هو مرتبط بالمتغيرات الراهنة؟ هل مرتبط بقوة مصر التي بدأت تتصاعد من جديد؟ هل مرتبط بالمشروع الوطني المصري؟ لماذا؟ لماذا هذه الحرب من الداخل ومن الخارج؟ تقارير عديدة وصحف تكتب ومسؤولين يتحدثون، لماذا؟ الإجابة الحقيقة في وثائق الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية
ترى انه مصر دولة مهمة جدا في المنطقة، وكانت تتمنى ايام ايزنهاور انه مصر تقبل، عبد الناصر يقبل انه يبقى شرطي للمصالح الامريكية في المنطقة. ولذلك كان اضطهاد وضرب تجربة عبد الناصر ما بين 57 و67. الإجابة في أنه معروف من تاريخ مصر أنها دولة ليست كأي دولة في المنطقة، دولة محورية، دولة محورية ودولة فاعلة، ودولة عندما تمنح فرصتها تاريخيا بتشكل إمبراطورية وبتقوى الأجنحة شرقها وغربها. والعكس صحيح، إذا ما انتكست مصر وتراجعت الإقليم كله بيتدهور ويتراجع. نعم. فهنا الحقيقة غير ما مش مطلوب أبدا أن مصر تقوى للحد اللي تطفو فيه، عشان كده الوثيقة بتقول لا تغرق ولا تطفو زي ما احنا قلناها أكتر من مرة. مطلوب أن مصر ما تغرقش، لأنها لو غرقت هيبقى المنطقة كلها مستنقع، وده يضر بالمصالح الأمريكية ويضر بمصالح إسرائيل كمان. نعم. مستنقع سياسي، مستنقع يعني مصر رمانة الميزان حقيقة زي ما هي شايفها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بقى ما تقواش زيادة عن اللزوم، لأنه ده يهدد أمن إسرائيل. وأنا ذكرت من شوية تاريخ الانحياز الأمريكي لإسرائيل. فهي الإجابة في أنه مصر معروف قوتها، وبالتالي كل اللي بيحصل ده موجه ليه. ما هم قالوا نو ناصر أجين، هم قالوا مش عايزين مصر تطفو مجددا. وبعدين الجيش المصري أو ترتيبه العاشر تقريبا دلوقتي بيمثل قوة في الإقليم، قوة ضاربة. فتعرف حضرتك أيام مفاوضات الجلاء إسرائيل كانت خايفة من الجيش المصري، وخايفة من انتقال القاعدة إلى مصر، وفكرت انها تدخل مفاوضات ورفض دخولها للمفاوضات، مفاوضات الجلاء. وطرحت انه تنتقل القاعده الى صحراء النقب. فهي عنيها من 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 زمان، هي ما تغفلش ابدا عن مصر، وتمنت في الخمسينيات انها تعمل صلح منفرد مع مصر. وده اللي رفضه جمال عبد الناصر. وقال ان القضيه قضيه الدول العربيه كلها وليست قضيه مصر. ونجحوا بقى مع الرئيس السادات وعملوا هذا الكامب ديفيد والمعاهد. فمعروف امكانيات مصر وقوه مصر، وبالتالي انا اميل ايضا مع حضرتك لانه ده كله موجه في اللحظه الحاليه ضد المشروع الوطني وضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واللي بيتابع، وانا من الناس اللي بيتابعوا ويردوا احيانا على الميديا وعلى الخونه، واضحة جدا انه المسألة استهداف المشروع الوطني علشان بالبلدي كده مصر ما يقوم لهاش قومة. لان مصر لو قامت تاني، احنا عندنا تاريخ من تكوين الامبراطوريات، وعندنا تاريخ من الزعماء العظام اللي لعبوا بمصر دور عظيم جدا، يعني في التاريخ الحديث على الاقل ضرب تجربة محمد علي، لأنه 48 طلع بمصر بالشكل ده. وضرب تجربة جمال عبد الناصر، تحكيم عبد الناصر، وضرب تجربته. فهو يعني فلتبقى مصر عند هذا المستوى. لكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني من القراءات في كتابات مراكز الفكر الأمريكية، في توقعات بأن اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي يرفع مصر كقطب سادس وفقا للتحليلات، تلعب دور في المستقبل القريب. لان معظم الكتابات على فكره، ومنها الكتاب المبكر قوي بتاع بول كينيدي المؤرخ العجوز، انه هتسقط بقى الولايات المتحده الامريكيه، وان يجب ان تعود الى الداخل وتكتفي بانها دوله عاديه مش امبراطوريه شريره بالشكل ده. كتاباتهم هم اللي بتقول كده. الكتابات اللي بتشير الى الاقطاب، أنا فوجئت إن أكتر من دراسة بتتكلم عن إنه البلد العظيمة دي، مصرنا دي، ممكن تبقى قطب من الأخطر. وعشان كده كل هذه المقاومة. طيب، معنا الأستاذ ياسر أبو سيدو القيادي في حركة فتح. أستاذ ياسر، أهلا وسهلا بك. الحقيقة نتحدث الآن عن الأوضاع على الساحة الفلسطينية مع الدكتور جمال شقرة،
ولكن اسمح لي أن أسألك سؤال، وأنت شخصية قيادية فلسطينية، هناك مطالب إسرائيلية وأمريكية بضرورة تفريغ غزة من سكانها والدفع بهم باتجاه مصر باتجاه سيناء، ربما لمخطط معروف هو إقامة دولة غزة الكبرى على حدود غزة وسيناء. ما هو تقديرك لذلك الأمر؟ أخي العزيز، أولا أحيي مصر شعبا وحكومة ورئيسا على كل المواقف التاريخية والمواقف الحالية من القضية الفلسطينية. في حقيقة الأمر أن المشروع الصهيوني قائم على فكرتين. الفكرة الأولى أرض بلا شعب لشعب بلا وطن، وعلى فكرة أخرى أن الفلسطيني هو إنسان غير موجود في الحسابات، وإن كان موجودا فهو كما قال نفس نتنياهو إن حل قضية الفلسطينيين خارج إسرائيل. وكان لدى الصهاينة مشروعا في عام 1953 اسم هذا المشروع مشروع جونستون. وهذا المشروع كان نفس ما يريدوا أن يطبقوه ولن يحدث ولن يطبقوه ولن بأي صورة من الصور، اسمه مشروع شمال العريش بإقامة وطن للفلسطينيين في شمال العريش. وهذا الكلام رفض في سنة 1954، وكانت للفلسطينيين موقفا من الأونروا والأمم المتحدة لأن قمنا بإحراق كل المراكز الخاصة بالأونروا في قطاع غزة وسقط هذا المشروع. هؤلاء الناس لا ينسوا ولا يريدوا أن ينسوا أن الشعب الفلسطيني سيسترد أرضه مهما كانت المصاعب والتضحيات، لأن التضحية بالوطن بالنسبة لنا شيء ما ليس في حساباتنا ولن يكون في يوم من الأيام. والتضحيات اللي بنقدمها كما قال الزعيم جمال عبد الناصر إن التضحيات التي يقدمها شعب من أجل الحرية هي رخيصة وبسيطة إذا قورنت بما سيقدمه بعد فقد الحرية. فلسطين ستبقى فلسطين، وكل مشاريعهم ستبقى في يذروها الرياح. لن نتنازل عن فلسطين، ونحن على ثقة أن الأمة العربية لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني، وعلى رأس هذه الأمة العربية جمهورية مصر العربية والشعب. شكرا لك أستاذ ياسر أبو سيدو القيادي بحركة فتح. كما هو واضح أيضا نفس الكلام الحقيقة ونفس اللغة التي يقولها كل فلسطيني، أن فلسطين وطنا للفلسطينيين ولا بد أن يبقوا، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يندفعوا باتجاه أي مكان آخر لإقامة وطن بديل، لأن هذه الخطة الصهيونية. أعود معك إلى ضرب المشروع الوطني في زمن محمد علي، في زمن جمال عبد الناصر، والآن يحدث في زمن عبد الفتاح السيسي. ولذلك هذه الضجة وهذه الادعاءات والأكاذيب والحملات الممنهجة في الخارج تأتي في هذا الوقت. ما هو ارتباط ذلك بانتخابات الرئاسة؟ ارتباط وثيق جدا طبعا، يعني هو المستهدف المشروع الوطني، المستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا الحقيقة يعني منزعج جدا من كمية الشائعات وكمية المغالطات، وهم خونة، هم فعلا خونة وخونة بامتياز كمان، لكن كمية المغالطات دي بتعمل مشكلة مع شبابنا، إنه ما عندوش أحيانا بعضهم بينساق وراء هذه الأكاذيب وراء هذه الشائعات. ولذلك يعني ممكن أؤكد على إنه إسرائيل بتعتمد على ضرب النسيج الوطني، ضرب النسيج الاجتماعي، وتعتمد على الصراعات والخلافات اللي موجودة بين العالم العربي. ومن هنا برنامج حضرتك والبرامج الموجهة في مواجهة هذه الادعاءات مهمة جدا، وتنمية الوعي التاريخي والسياسي لأولادنا على درجة كبيرة جدا من الأهمية، لأنه هي المسألة واضحة، يعني
مش محتاجه تحليل، ده كل الاكاذيب دي. وعلى فكره انا عملت مقارنه كده من فتره بين الشتائم والاشاعات اللي يعني وجهت الى جمال عبد الناصر واللي بتوجه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الان، هي 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 نفسها، نفس الاكاذيب. اه نفس الاكاذيب. وعبد الناصر مشروع الوطني كان مشروع عظيم، الولايات المتحده الامريكيه لعبت دور رهيب في افشال هذا، في ضرب هذه التجربه. وتفاصيل كثيره ممكن نقولها، لكن الان مع صعود هذا المشروع الوطني العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر بتتغير فعلا. والله انا كتبت وحاجه مهمه عايز اقولها، انه الكتابات اللي اتكلمت عن الشخصيه المصريه في اوائل القرن العشرين ما عادتش تنفع. الان نحن امام جمهوريه جديده صحيح، وشخصيه جديده لمصر. بس مع التركيز على خلاص بقى كتابات طه حسين وكتابات جمال حمدان، حتى كمان كتابات كتيره قوي عملت لها نقد، وبالتالي الجديد هنا انك قدام جمهوريه جديده وشخصيه جديده. الشخصيه الجديده دي محتاجه بقى جهد مننا احنا، من كل مؤسسات التنشئه الاجتماعيه، انها توجه لشبابنا ولاولادنا وتفهمهم. الرئيس عبد الناصر اتهم بانه هو يهودي، والرئيس السيسي اتهم ان هو صديق، بيتهم عبد الناصر اتهم ان هو صديق لمشير ديان. ولما نرجع لتاريخ مشير ديان نلاقيه ما دخلش مصر خالص، يعني ادعاءات واكاذيب في كل الادعاءات على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى اصوله وعلى اصول عبد الناصر وعلى اصول السادات والى اخر ده. فاحنا يجب ان احنا ننتبه لده، وده جزء من محاوله هدم المشروع. وكباري ايه وبنيه اساسيه ايه وناكل الاول، كل الكلام ده يجب ان هو يرد عليه، لانه الضرب هنا بيخدم الكيان اللي اتزرع في الوطن العربي، بيخدم الخونه اللي احنا كل يوم شايفين بيتكلموا ازاي. فيجب ان احنا ننتبه لمقاومه عمليات حروب الجيل الرابع، زي ما حضرتك شايف طبعا شغالين ما بيبطلوش كل يوم. حتى انا مره كتبت لواحد قلت له انت ما بتهمتش يعني، ما كفايه يعني ليل ونهار بشغال بالشكل ده، وكلها اكاذيب الحقيقه. نعم. طيب معانا الاستاذ غازي فخري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني. استاذ غازي اهلا وسهلا بيك. صديقنا الحقيقه يعني دكتور جمال شقره بيسلم عليك ويقول لي صديقنا طبعا. الحقيقه المخططات اللي موجوده الان والتي تطل براسها من جديد، ومن بينها ما يقال عن انشاء دوله فلسطينيه في سيناء، هذه المخططات البعض يظن ان الشعب الفلسطيني قد يقبل بها ويهرب من بلده، وليس امام مصر الا ان تفتح الحدود حتى تنفذ هذه الخطه. كيف ترى هذا الامر وكيف ترى اليات التعامل معه؟ هذا الوضع وهذا الموضوع يا أخي جرى تسليط الأضواء عليه منذ فترة. نعم. ونذكر جميعا حينما قامت الثورة في مصر في 25 يناير، وحينما وعد زعيم الإخوان المسلمين محمد مرسي الفلسطينيين في قطاع غزة بأن يعطيهم أرضا في سيناء. نعم. وتوالت الترتيبات الإسرائيلية لتنفيذ هذا المخطط، إلى أن جاء هذا العدوان على غزة الآن، وصرح رئيس الأركان الإسرائيلي أننا سنزيل الأحياء ونهجر السكان من غزة، وما على الناس إلا أن يذهبوا إلى معبر رفح ويدخلوا إلى مصر ثم إلى سيناء. أيضا هذا الموضوع تكلم فيه أيضا رئيس الحكومة الإسرائيلية، وتكلم فيه عدد كبير من القادة الإسرائيليين بما فيهم رؤساء الأركان وغيرهم. الحقيقة حديث الرئيس في الأمس وقبل ذلك أننا نتابع ما يدور على الأرض، وأن شعب مصر عليه أن يدرك، وهو يدرك ذلك بأن غزة وفلسطين يعني أمن قومي، ولا يمكن أن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، ونحن مع الشعب الفلسطيني.
وبالتالي هذا الأمر أراح شعبنا وأراح المقاومة وأراح الشعب العربي كله، لأن مصر الحقيقة لم تفرط يوما ولن تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني، وهي تقف الآن وتزود شعبنا في غزة بكل ما تحتاجه من وقود ومن مواد غذائية وأدوية وغيرها. ولو أن في محاولات من العدو الصهيوني وقد قامت بضرب معبر رفح الفلسطيني، وهي تهدد الآن بأنها ستضرب أي قافلة للمساعدات تذهب من معبر رفح إلى قطاع غزة، وأنا في تقديري أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن الأردن قبل قليل زودت بكميات كبيرة من الأدوية والمساعدات عن طريق مصر بدخولها إلى معبر رفح، كما أن الأمم المتحدة والهيئات الدولية تعتبر ما يدور في غزة جريمة حرب حينما تمنع المياه والكهرباء والوقود والأدوية وغيرها من دخول قطاع غزة. فالمجتمع الدولي معنا والأمة العربية معنا ومصر معنا، ولن نسكت على تجويع شعبنا وما يدور من قتل وتدمير في بنيتنا وفي ديارنا والناس بالآلاف. يعني حتى الآن 23 ألف منزل تم هدمهم، وبدأت اليوم جاءني خبر من قطاع غزة بأن العدو الصهيوني بدأ يغلق بالإسمنت الأبار، أبار المياه. يعني عملية الحرب على غزة هي عملية إبادة وليست عملية مجرد قذف بصواريخ أو بالطائرات وغيرها. لذلك هذا الأمر مفروض على الأنظمة العربية وعلى الأمة العربية أن تقف ولا تقبل ما يدور من دعم أمريكي لهذا العدو الصهيوني ودعم أوروبي. مع الأسف كنا لا نتوقع أن تقف الدول الأوروبية هذه المواقف المخزية، لكنها وقفت ولم تتكلم بكلمة واحدة على ما يدور في غزة. أعرف صديقا هناك عائلته وإخوته فقدوا كل أبنائهم وبناتهم وهم ما زالوا تحت الأنقاض حتى الآن. ألا ترى أمريكا ما يدور؟ يعني زيارة الرئيس بايدن وحديثه لم يذكر هذه الجرائم بكلمة واحدة، وكان كل همه هو الدفاع عن الشعب الإسرائيلي ووقوفه إلى جانب الشعب الإسرائيلي، وها هي البوارج تاعته وصلت إلى تل أبيب والأسلحة تنقلها الطائرات إلى الكيان الصهيوني. شكرا لك أستاذ غازي فخري عضو المجلس الوطني الفلسطيني. دكتور، زي ما يقول أستاذ غازي 23 ألف بيت هدموا حتى الآن، حتى الآبار تسد. هذا التجويع، لماذا لا نسمع أصوات منظمات المجتمع المدني، ميدل إيست ووتش، العفو الدولي وغير ذلك؟ انحياز طبعا لصالح إسرائيل، وهنا الحقيقة يمكن احنا بنغلط إعلاميا ان احنا ما بنوصلش يعني الرؤية بتاعتنا ما بتوصلش لهذه المنظمات اللي بيوصل ليهم انه في ارهاب، لكنها ترى الواقع امام عينيها. لا هو طبعا انحياز لصالح اسرائيل، بس اعتقد انه الاباده بالشكل ده ستحرك يعني جريمه دوليه، جريمه حرب. ونتمنى انه كمان جامعه الدول العربيه تستنكر وتبدا الشعوب العربيه في التحرك لانقاذ اهالينا في فلسطين. طيب دكتور، واضح ان الحرب تتسع، هناك اشتباكات على الحدود اللبنانية، وأيضا هناك تبادل إطلاق نار على الحدود السورية وفي الجولان. إلى أي مدى تعتقد بأن الحرب يمكن أن تستمر هكذا وتنتقل من المكان إلى آخر؟ مجرد استنتاج، أنا أعتقد أن هي لن تتطور وأن الأمر سينتهي خلال أسبوع واحد بعد ما تنتقم إسرائيل وبعد ما يعني ترضع حماس و توجه ليها مجموعة من الضربات القاسية يعني. لكن أنا لا أعتقد، لأنه في خطورة
تصعيد المواقف. روسيا موجودة في الساحة، روسيا تبدي استعدادها للتدخل ايضا. طبعا قالت اذا تدخلت امريكا سنتدخل. طيب، وده يهدد بحرب عالمية نووية، واعتقد انه يعني من الرشد انه يكتفي الامر بمجرد مجموعة من الضربات وتأديب حماس وفقا لما اشيروا او كتبوا هم يعني. وفي كمان داخل اسرائيل على فكرة اصوات بدأت تستنكر استمرار ضرب القطاع بهذه القسوة يعني. وفي أصوات داخل إسرائيل أيضا عاقلة، كتابات عاقلة بتتكلم على أنه تاريخ القضية يعني حد حكى تاريخ القضية كلها، وأنه الضربات دي لن تؤثر، وكل يوم هيطلع لنا من القطاع أولاد وشباب جدد يرفعوا راية فلسطين، لأن دي أرضهم اللي تم اغتصابها منهم يعني. لكننا ايضا امام مقاومه ليست بالهينه. بالامس ضرب مطار بن جوريون، والصواريخ تصل الى تل ابيب وغير ذلك. هل هذا كفيل بايجاد نوع من التوازن؟ هل هذا كفيل بتحريك العمليه السياسيه بعد فتره من الوقت؟ ما اخبيش عليك انه التوازن يتم لو انه الشعوب الدول العربيه كلها والحكومات العربيه وقفت ضد مصالح اسرائيل وتمت مقاطعه و وساطات كثيرة توقف ده. لكن التوازن ليس في صالح القطاع وفي صالح الفدائيين الفلسطينيين، لا يملكون أسلحة اللي تملكها إسرائيل. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية عاملة جسر، كما لو كانت حرب أكتوبر جديدة، عاملة جسر بتغذي إسرائيل بأحدث الأسلحة. وطبعا لا طاقة للفلسطينيين بمواجهة كل هذه الأسلحة الأمريكية. طيب، ده يخلينا أيضا نتساءل عن دول الإقليم. سوريا ما زالت هدفا، وسوريا توجه إليها الضربات بشكل مستمر، سواء كان في حرب أو في أوضاع خطيرة في الأرض المحتلة أو ما فيش، وحدث ذلك ورأينا ذلك رأي العين كثيرا. السؤال، ما بين حزب الله وبين سوريا علاقة وثيقة، هل يمكن لحرب مع حزب الله ونحن نرى بوادرها أن تؤثر على الوضع في سوريا؟ سوريا في أسوأ أوضاعها، سوريا في أسوأ حالتها يعني. سوريا استهدفت، ويعني سوريا اللي احنا عرفناها في الخمسينات والستينات مش هي سوريا الحالية. والحقيقة أنه الدول العربية في أسوأ حالتها، في حالة من الضعف والتراجع، لا يوجد إلا الجيش المصري فقط. وأنا أميل لأنه لن تتدخل سوريا، ويعني الأمور يعني خلال الأسبوع هتتوقف هذه العملية كلها وينتهي الفيلم ده، لأنه البديل هو حرب عالمية نووية. واعتقد انه اليوم نائبه في بالامس كان نائبه في البرلمان الاسرائيلي تطالب بضرب غزه بالنووي. للاسف انا قريت ده، لكن ده مش هيحصل لانه في توازنات في العالم، وروسيا مستعده كمان، ومصالح المساله مساله مصالح. روسيا ليها مصالح في الشرق الاوسط، امريكا جت بالاصول بتاعها، لكن ده كله يعني مجرد تبيان للقوة والتوازن. أعتقد يعني وأميل لكده، وأنا متفائل جدا أنه خلال الأسبوع هتنتهي هذه المسألة، أن في وساطات بدأت تضغط بحيث يتوقف إسرائيل النازع، وهي حققت اللي هي عايزاه على فكرة، لما يبقى 23 ألف منزل والضحايا دي كلها ولسه. انتقام وانتقام بشع يعني. بهذه الكلمات وبهذا الموقف الواضح والمحدد الذي أدلى به دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، نحن بالتأكيد لدينا إحساس، وهو إحساس يقيني، بأن صمود المقاومة سيغير المعادلة أيا كان الأمر وأيا كان التأثير. في نهاية هذه الحلقة يسرني ويشرفني أن أقول بالفعل أننا أمام رؤى وأطروحات طرحها دكتور جمال شقرة. نتمنى بالفعل أن تكون بداية لانطلاق عربي جديد. في النهاية شكرا ليك دكتور جمال.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.